اللقاء وهذا الحضور الشبابي المهم إن دل على شيء فإنما يدل على أن استمرارية حزب الاستقلال واستمرارية الحركة الوطنية واستمرارية النضال من أجل الكرامة ومن أجل الحرية ومن أجل العدالة الاجتماعية مضمون لوجودكم في هذا اللقاء، لأن الشبيبة الاستقلالية نعتبرها دائما ذاك المستنبت الذي يكون له المستقبل إن شاء الله. فهنيئا لكم بهذا الحضور وهنيئا لكم بهذه الثورة الشبابية التي تركض الأسر. هو الكلام كلام طويل جدا يحتاج إلى ساعات وساعات، ونحن نحلل المحطة التي عشناها جميعا، ولكن سأكون مختصرا نظرا لأن البرنامج الذي تلاه الأخ الكاتب العام مشكورا هو برنامج حافل، نقاط مهمة، دراسات مهمة، وخصوصا استشراف المستقبل عبر برامج هادفة، وبالأخص الاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس منظمة الشبيبة الاستقلالية. نتمنى لكم التوفيق في المسار الشبيبة الاستقلالية بصفة عامة. اللجنة المركزية الحمد لله تظهر منذ بدايتها ان شاء الله ستكون ناجحة ودورها مهمة جدا. احنا دعم لا نشرط للاخوان الشبيبة، تنهني الاخوان المكتب الوطني والاخوات اللي تيشتغلوا، لان احنا الطلب ديالنا الوحيد هو اننا بفضل النضال ديالكم جميعا، كفاح ديالكم جميعا، طموح ديال الشباب اللي هو تواق للتغيير، ان الحزب ان شاء الله يرسم واحد كما رسمها في الاستحقاقات الاخيره انه يتصدر الحق السياسي ان شاء الله في 2016.